السلام عليكم. وسام الرجولة منذ طفولة صاحبي والله وسام الطلافي كيفك تبريكا و نونطري ما بقيتش بحال اخويا كاينش بحال واحد راه انا فهمت شنو بغى يوصل لي هو انك ما تحبش قال لي انا راه كنت كندير هادي وهادي وهادي ومشيت للبلية وندم قال لي دابا ملي شفتك انسان سبورتيف بقى فيا الحال فكرتيني في ايام يعني الميساج اللي بغى يوصلنا هذا السيد هو انك ما تافوندونيش حتى شمن عمليه تجميل ولا كريمات صباحيه ولا دريني يا صاحبي عرفتي لابوك حتى تولي راه كتمشي كتخرج داك كاع دوك السموم صاحبي في العرق شارك توجد الماكله ديالك راسك حتى انت كالعالم فهمتي شلي زاتليت شلي زاتليت كيوجدوا ليه ربا والعالم انا وراك هو عنده شويه في النوتريسيون عنده ما يقول عنده تياكل تبارك الله فاش غتزوج كتفكر تزوج ولا با ولا خصك الفتاه المناسبه ان شاء الله بولا ولكن المهم مثلا فحال هاد اخلاق صباح النور صباح الخير على وجوه الخير احسن لا فامي تقات لا بغيتي توصل المهم لقيتوني كنوجد الفطور خليكم معايا دقيقه ما تقطعوش نوجد الفطور ديالنا ديك الساعه نهضروا بنادم فيده فطور واعر بالروج وخا صعيب ولكن الا لاحظتي ان هاد الحياه الا بغيتي شي حوايج وصل لهم واعر خصك تضحي خصك تضحي بداكشي اللي كيجيك زوين نتا ناضي دابا الموان خصك تغسلهم ديك الساعة عرفتي الا بقاو ناري ناري الا خدم شوف غادي نمشي كلش ايوا الرجال اللي قادرو ياكلوها فهمني ذهبي 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 شوف ذهبي هادشي المهم الخوت دابا بلاصه جديده مدينه جديده من بعد انني غبرت عليكم بزاف شوف الا كنت غابر عرفوا ماشي الخاطر يعني كنوجد فشي حوايج المهم انا ملي كنبغي نوجد فشي حاجه ما كنبغيش نقولها لكم صدقات ولا ما صدقاتش ما كنقولهاش لكم المهم ما كنبغيش ندخل حياتي الشخصيه في هذا الشيء كنبغي نخليها بعيد على المشاكل واحد النهار وصلني واحد الميساج ديال واحد خونا في انستغرام قال لي هو خونا دير راسك بشي حركه سير شارك سير لبرا دير شي حركه ودابا اللي ما فاهمينش الناس هو انني راه فريمون كندير محاولات صراحه كلشي واحد بلاصه راه ابوندوني والله تي ابوندوني بالله لا عاودت لك شنو كندوز وش راه ابوندوني ولا عاودت لك الفرص اللي كيجيوني ولكن ما كيلائموش داكشي اللي كندير في حياتي ولي برينسيپ اللي انا تربيت عليهم بزاف اشهارات شحال من حاجه اصاحبي فلوس يعني انا كنت بغيت ندير الفلوس بطريقه اخرى كنت درتها فانت محافظ على واحد لي برينسيپ ما باغيش تخرج عليهم وفي نفس الوقت مرسل لك شي حوايج انك كتضرب عليهم تماره وباغي تصوفي بطريقه حلال وما كيصدقوش فكتلقى راسك ما بين جوج حوايج كتقول واش انا اللي غلط ولا دوك الناس اللي كيمشيو داك الطريق هما اللي غالطين ولا هما صحاح وانا غلط المهم كاين تساؤلات المهم ما كاينش ابوندون والله من ابوندوني وبالله المهم غادي نمشي ناخذ قهوه ديالي ديال الصباح في هذه الوقيتة هذه بالضبط ما كنتش غنكون هنا في المغرب ولكن ما عندك ما دير اصاحبي والله ما عندك واش بعد مره تبقى تقول العين اللي كتعكس لي هذا الشيء ولا ما عرفتش ما عرفتش والله ما عرفت والله حتى حالفين تنجيبوها حالف تنجيبها ما بغاو دابا لقيتوني رجعت للدار تقديت شي حاجه المهم كفتها وداك الشيء ما
باقي عاد خصني نمشي ناخذ البيض اشحال خاصني من حاجه. المهم في العشيه غتمشيو معايا نتقدى. دابا غادي نتسنى واحد السيد غيجي يدخل ليا الواي فاي على حساب حنا الريزو ناقص، يعني خصني شي فيبر باش يكون الكونيكسيون مجهده باش هكا يعني نبوست لكم فيديوهات و حتى لي ستوري يكونوا دغيا شي تبوستاو فهمتيني. تبقاش تسنى اصلا الكونيكسيون انا مخداماش يعني الريزو ما كاينش. حط لابوكا مزيانه يا شي عين شي واحد خايبه. ها انتم لابوكا نضا. المهم تبعوا معايا الوجبات الملاح الرويزه. العشق الممنوع. قلع الحسين قلع. شلي زاطليت كيوجدوا لي روبا والعالم. خفنا طحنا شي كفته ولا ناضي. زيد تاكل شي حاجه؟ لا One day later. أنا جيت القنيطرة عندي واحد الغرض هنايا غنقضيه، ناخذ القهوة ديالنا باش خصني نمشي نتريني ضروري نمشي نحسن الدري صاحبي. المهم تبعوا معايا نهار يدوز واحد. سفيان كبرنا صاحبي، عقلتي على داك الفيديو ناري سيدي دابا اش حطوا في الفيديو الاخر شويه كبرنا شرفنا ديما راجل تحية العلالة شباب. ها انتم شافوا راه فين دابا ما كاينش الغلط رجاوي بور ديال بصح. واحد النهار غادي طالع الكازا قال لي راه كاين واحد الماتش نطلعو كوني عندي غرض طالع يلا داني امشي جات فرج تشا هذاك النهار راه ما عرفت كيفاش تركت في راسك بقى شي واحد الوقيته بقى تشبان حتى حاجه طاق لي بير في الله صافي السلام كلب طاح الله تسمى الله يعاون. لا اصلا بقى نجينا يا دغيا كذا فيديو جاي ولا تشوف الدار كذا وهذه بغيت نحسن غابط انا صراحه. دابا انا شنو نعطيك راسي بلا ما نعرف هما في كازا الله يشاف هما راه كاينين شي حل اخر ماشي كازا محمديه لا كازا كازا بو كازا حتى محمديه فيها صراحه هي اي بلاصه داري واري وي قزير خور كدا هنا قزير عشرين تهلاو فيا صراحه حق الله انا اجي ناخذ كفته من هنا ونمشي مركاش ماكش تحوني ولا شي نصبقران ودخلوا فريكو مطحون كله قولي لي اش غادي اصلا انا خوش نخلي لكم مع الترانسفورماسيون يلا سير شعل الكاميرا علاش الاول سفيان خرج عقلو علي موش يبان لي في الصالون انت والله شفيقهم بالله من دا ولا صاح تريني انا هذه الرباط دري شي تريني بعد والله كاين برا كلشي يجي تريني خير لا خرج اليوم يدخل سفيان بدا الشين صافي في الرجوله وحق الله تبارك الله عنده واحد السيد دو فيزوان شي فيغ لونترينمون خدمه في الرجوله باغي دير شي حاجه السلام عليكم اسامه الرجوله منذ الطفوله صاحبي والله اسامه طلافي الله يحفظك عزيز عليا وسامة انت صاحبي انا انت حبيبي انا حبيبي ديال انا بوحدك حبيبي الله انا بوحدك شوف السميه ديال عبد العزيز اللي جا يسول على عبد العزيز انا قلت له الله يعمر هذا ياك دري بشكل ان شاء الله لا شر كاينه شوف تبارك الله جيني شي ديال الله لا لا ان شاء الله ان شاء الله فيتريني شي ان شاء الله لا فيت ديجا كتريني ديجا اسم شو سميت اسم هذه ديسيبلين شوف تاميره وكذا وتي تريني شنو هو العذر ديالك انت ها ما عندكش عذر اجوا اجوا حيت شوف كاين كوتش وكاين كوتش تبارك الله شوف دنيهم شي بيسيرز كوتش اللهم بارك بيسيرز كلشي حاضر وابار هادشي اخلاق تواضع ودري درويش الانستغرام ديالو اسمو عليه الله يحفظك صحيح الله يحفظك 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 الله يحف
الشباب احسن احسن دراري عندنا في لاصال. شنو قلتي لهم اخي جواد؟ قلت لهم السلطه هذه جديده لقيت اسامه يخدم بها. شو واحد اخر؟ شو واحد ما غيديرها بها؟ ما خدمتيش بها انت؟ زعما خدمتيش ولا عاوتاني؟ لا اقسم بالله يا اسامه لا زعما ضرب بها انا. شوف وقلت في نفسي قلت لها لقيت اسامه في لاصال ولا يخدم فيها ولا ولا سبحان الله كتاب الحمد لله سالينا السيونس ديالنا العز الله يحفظكم الخوت. واو حصه نقيه دازت. انت شو البشره كيفاش تخرج؟ شوف بنادم تيخرج من بوكس مزنق فهمتيني الو نطرينو شي حاجه صاحبي علاش ما كترينيوش؟ انت شمن عمليه تجميل ولا كريمات صباحيه ولا تريني يا صاحبي؟ عرفتي لابو كتولي راه كتمشي كتخرج داك كاع دوك السمومه صاحبي في العرق. داك العرق راه سمومه صاحبي تيخرج وكتولي نقي مور ديك تدويشه النقيه. اش كنتي تولي راه لا يمكن اصب مورال تيطلع. وان داي ليتر احسن دعوه صباحيه قرا الدعاء ضروري. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. صباح النور صباح الخير على وجوه الخير. صباحكم مبروك صباح جميل هذا. ولا داز حديده فين غير لا مطرقه هذه ولا خدام ما نعرف الحومه راكم عارفين بالياز حديده مور ظهرو شنو اصلا نعرفوا شنو كاين وقع شي غلط ولا هذا راه الحومه هذه راه كلشي فهمتيني احنا عائله واحده هكا احنا تنشوفوها. المهم ما عليناش الخوت بغيت نقول لكم الفلوق شويه غريب. هو ما غريب ما والو كنت محمدي خرج لي واحد الغلط في قنيطره جيت ريحت هنايا باش غنمشي للرباط. المهم قضيت هنايا شي لعيبات غنطلع الرباط عندي شي لعيبات عاوتاني غتمشوا معايا. المهم انا هذا الفلوغ هذا اللي ما درتوش اللي ما درتوش دابا غنترون عاوتاني وغنتونغاجا مع شي لعيبات وعاوتاني غنصدق ما مصورش. فقلت واخا عندي هذا الشيء غنصور وغتعيشوا معايا هذا الفيديو كامل. دابا غنمشيو ناخذ قهوه ديالنا صباحيه مع عند عشيري. دابا انا دايز من حدا واحد الليسي بانوا الدراري خارجين. هاد البيريود هادي نقدر نقول لكم اصعب بيريود غادي تدوزوها. هنا فين كيبانوا الناس اللي غيمشيو في طريق زوينه والناس اللي غيمشيو في طريق خايب. داكشي علاش هاد البيريود هادي عندك من الاعدادي للثانوي الا ما عرفتيش زعما كيفاش انك تهرب وتسلك تهرب بالعمر ديالك صعيب صعيب تخرج. دابا شحال من واحد تشوفو تونكاجا بزاف في العالم ديال البلياء وهذا وفي ديك البيريود ديال الاعدادي الثانوي تبلا راكم عارفين الصحاب حنا كاملين. شوف كاملين كاملين انا ما نكذبش عليكم اول مره غنمشي وهذا في الاعداد دابا الشهر راه كنتخباو على مولين الدار وهذا ولكن كان عندنا واحد لونتوراس صعيب حيت دابا نقول لكم واحد القضيه. انا ابتدائي كامل كنت اقرا مزيان وصلت للاعدادي تعرفت على ناس خايبين راكم عارفين ديك البساله ديال الصغر انك خصك تبان انت الواعر وانت باصار وهادي وتكميو ما يعقوش بك داركم وكنا كنديروا داك الشيء. وصلت للثانوي السانكيام السانكيام باقي ديك الجهد جاي فهمتي عندك الجهد كنا كنترينيو فول كونتاكت وفي نفس الوقت كتمشي ولا مرات تدير حاجه مع الدراري اللي اعتقني بالرجوله هو لاصه. كنت كنعرف شي دراري راه الا شفتوهم راه لا يمكن تقولوا كيفاش اسامه كيعرف الدراري. وكنت كنعرفو حتى انا باسل ماشي زعما هما اللي جاريني لا انا جار معايا الناس كنت كتزارى فهمتيني كنت كتحس براسك راك واعر في ديك البيريود انك كتكون انت كدير كلشي وما عيقنش بك داركم وباسل وتكون طاغيه.
دخلت ترينيت سبحان الله سبحان الله. دابا انا راه كنشوف حياتي كيفاش دابا انا حاليا كنخرج بوحدي كندير كلشي بوحدي لزاك شي فيديو بوحدي كندوز الوقت اكثر ديال الوقت كندوزو مع راسي بوحدي كنصور كنخدم كندير شحال من حاجه كنتريني بوحدي. الا كانوا معايا العشره كيكون معايا واحد جوج ولا تلاقينا بزاف كنتلاقاو مره شحال هادي لا شحال هادي ديما انا مع الدراري بزاف ديما كتلقاني مخلط مع الناس بزاف ديما عندك صحاب بزاف ديما ما عمرك تكون بوحدك. الوقت اللي كتكون بوحدك يمي كتجي للدار كتنعس. فشو سبحان الله لاصال شنو الاضافه اللي قدم لي هو انني بعدني من طريق ديال الحبس الاخر ماشي زعما مفتخر عليكم انا عارف راسي عندي لافونس كنزعم ما عنديش داك الخوف ولا داك كنزعم حيت انا من كنت صغير بلادهم كبير عليا كنزعم عليه ما كاينش هذا راه كبير عليا ولا هذا كندخل عليه صافي ما بغات تخرج. كيفاش بديت يوتيوب راه زعامه كيفاش انت يا انسان تمشيني تحترم داركم وما كتحش قدامهم وهذا وبديت يوتيوب راه زعامه انا كان فيا لافونس انا كندخل عليها كيما بغات وما كان النتيجه ما كنفكرش في النتيجه كندخل عليها. وتخيلوا معايا هاد العقليه دخل العالم ديال البليه دخل العالم ديال البساله دخل راني ما كتعرفوش شنو هو اسامه بو والله يسر شي حاجه اخرى. دابا شحال هادي بديك العقليه كنت شارط كل اي حاجه نديرها اي حاجه فيها فلوس مرحبا الهدايه تجي من عند الله. وحتى دعوه الوالدين والله هادشي دعوا لك والديك بزاف راه سي نورمال ربي يهديك فهمتيني تشد الطريق المستقيم وباقي يا ربي تهدينا نزيدو نضابطو كثر. المهم ما عليناش هاد البيريود ديال الثانوي والاعدادي ردوا منها البال. حتى غلطتي ودخلتي شي حاجه حاول تخرج راسك راه ماشي دخلتي صافي ضاع الوقت ما ضاعش الوقت تقدر تخرج راسك في اي لحظه غير انت خصك تكون ذكي. الا ما كنتيش ذكي مشيتي فيها الا كنتي جربتي راه انت غير فكرتي بدماغك راه داكشي ما خدمش لك كتمشي كطيح الراس كما تنقولوا صافي كتدخل بالليل عينك حمرين مخبي على الدار خصك تنعس مك تهضر معاك واش بغيت تبان ساحي بالعاني فهمتيني فين الوالد دابا خير راه لا كنت مع الدراري كدا وانت راه عقلك طاير وكتمشي وكتنعس فهمتيني كتحس براسك واعر الادرينالين طالع كتمشي كتنعس صباع وثاني كتلاقى الدراري بساله اه غديرها واحد المده مع الوقت غتولي تدخل مبوق عندهم وعادي مشى داك الاحترام هو الاحترام اللي بين والديك مشى غتولي عينك حمرين وتدخل للدار شويه تولي تغوت عليهم شويه تقول لهم عطوني فلوس باش نمشي نكمي هكا تجي من الاخر واصلين الناس لهاد الحالات داكشي علاش ما توصلش لهادشي صافي في الاول فلت باش غتفلت بلاصه انا تنهضر معاك خير ومثال والله والله تجربت العجب المعجب ها باش عارف باش فين شوف انا اللي كنهضر معاكم هكا راه ما تعرفش الدنيا شنو مخبي الحياه ما تيقش فيها صافي يعني يا ربي تثبتنا وصافي كذا ما كاين. المهم شنو ناخذ القهوه ديالنا هضرنا بزاف شوف شوف حتى ايطاليانو اخي با 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 هي مشي شوف ديك النوبة عاوتاني لا ناضي ناضي شي قهوة تكون ديال العربي هو بعدا بلا ما نهضر شي ديال جوجل جوجل الله يسهل الله يسهل عليك اخويا والله تسهل كل اي واحد كيف قالت له شي حاجه يا اخي الله يعوض الله يعوض على كاع دوك الايام الصعاب اللي دوزنا اللي حتى حد ما عارفهم كتعرفهم انت وبينك وبين راسك دابا كلشي غيفهم هذا الميساج ديجا نسول على هذه البطاله وفقنا يطرا تحياتي شوف الرجال الرجال اللي كيجيو الله يحفظك الله يحفظك اجيت نفيري في الروايد صح عبر له عبر له الروايد عبر له الروايد يا اسامه تحياتي بخير هانتوما شوف اللي جا يسول فين البلاصه هذه؟ مرحبا 2000 سكن 2000 سكن قناه راهي بلاد وجهي جاو الله يتهلا فيكم تعاموا مرحبا بارك الله فيك السلام عليكم بخير كاين 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 شي اونترين مو بعدا ضروري ويلي غندخلوا ليها ان شاء الله بعدا كتحرك شويه تراكسيون ولا عيبات دابا فاش كيقولوا لي كيقول لك خصك لاكارت كذا ديال لاكارت شحال في عمرك؟ ديال الوالد 15 15 عام تبارك الله تريني غير شوف تريني غير تراكسيون بارفي انا ياك صافي مزيان المهم ان شاء الله الطريق نحو الرباط وخليكم معنا في اتصال جديد من مدينه القريطره
لي فلوغ ديالي دابا ان شاء الله غيكون فيهم غتعيشوا معايا الحياه ديالي كيفاش كيدوز نهاري كامل. ما غاديش نبقى نصور لكم غير لاصال، مي غنصور لكم اي حاجه كنديرها. دابا نحدا لافاك، تحياتي للناس اللي كيقراو في لافاك، قراو مزيان وبلا ما نوصيكم. ديتي الباك مزيان ولكن راه مور الباك عاد تبدا القرايه ديال بصح، راه مور الباك عاد كتبدا القرايه، راه ماشي انت كدير الباك وصافي كترتاح تمشي لافاك باش ترتاح، لا صح. واحد البنت دابا دايره الزيف عندها ديك الطروشينات الكتريك غادا وسط الطريق. الناس اللي عندهم طروشينات الكتريك ردوا البال، حيت دابا حنا في المغرب الناس اللي عندهم طوموبيلات وهذا، ما تنهضرش على راسي، كنهضر على كاين الناس ما كيتسوقوش اصحاب المطار ولا اصحاب طروتينات الكتريك بحال اللي دايرين هما، كاينينش واخا يكون هو فوتيف ديما مول المطار او مول طروتينات الكتريك هو الفوتيف، واخا تكون شاد اليمن ديالك وغادي مزيان وخايسك يبقى يعايرك يقول لك اصاحبي نتوما ديما تطيروا. هذه عقليه كبرنا بها صح. سبحان الله طوموبيلات زعما راه الطريق ديالهم بوحد، لا صاحبي راه الموتور حتى هو عنده قانون ديالو عنده حقه، والطروتينات الكتريك حتى هو عنده حقه، يشد غالي من اقصى اليمين فهمتيني داكشي ديال بيرمي اقصى اليمين الا كان ممكن وسير الله يسهل عليك. ما تدخلش وسط الطريق، غتدخل وسط الطريق غيدوز شي مول بيكوب غادي السلعه من السوق الله يعاون ردوا البال. راه كاين اصحاب بيكوب راه الله يحفظ لهاد ضرباشك بيكوب، راه الطوموبيل هادي تلقى ليه الدو كاميو تلقى ليه الدو بيكوب اصاحبي، راه بيكوب تريبورتور تريبورتور بعدا على ضربك وا 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 بحال ضربك شي واحد بحديده الله يحفظ كله حديد الناس تبارك الله غادي نقراو الله يسهل عليهم، الله يسهل على اي واحد كيدير شي مجهود في شي حاجه الله ييسر لكم، واي حاجه عندكم في راسكم تحقق يا ربي يا ربي، والله يعوضكم على كاع داكشي اللي دوزتوه داك العذاب وتماره ترونسبور. انا دوزت واحد الايام سميتها لستيا بلا غادي هنا خونا داير معايا اوتوستوب ماشي مشكل نهزو، ولكن انت تخاف اخو ونهز معايا شي بلاكه ديال الحشيش يوتيوبر ما عرفو لا يوتيوبر لا والو يقول لك اجي عليه انت عايش كذا كنت تقول لك فتاه كنت تقول كذا قول لي انت قول لي تتخربق البوليس راه ما يعرفش شنو هي. شوف القانون لا يحمي المغفلين، دابا هاد الدري داير اوتو ستوب نهزو ماشي مشكل نوصلو هاديك كنت غادي في طريقي نوصلو، ولكن كتخاف اصاحبي كون قعدت شي واحد وباغي يطلع معاك اولا عنده الحشيش ولا عنده شي مخدر وانت غادي على نيتك ويوقفو عليك البوليس يقول لك بلاتي اجي يهزوك كدا يجمعوك كدا يلقاو عندو انت. انا كنرد بالي من هادشي علاش، حيت غلط بسيط يقول بك بقى حياتك دارت بواحد الطريقه راه انت ما تفهمهاش تبقى تقول لاش راه تقول بوناس اصاحبي بحال هكا والله الا دارت بهم بالله كانوا شوف على نيتهم باغيين يديروا الخير لقاو راسهم شي حاجه الله يبعد علينا بحال هاد الناس. وحيت الانسان شوف الانسان ما كتعرفش شنو تحت راسه. دابا حنا ما كنهضروش على هاد السيد كنهضروا على الحياه اصاحبي، راه طلع معاك وتوصلوا وكذا وخويا وبخير وهادي اها يخلي لك شي لعبه هنا ولا هذا يطلع البوليس يقول لك اخويا تقولوا انا راه يوتيوبر كنموتيفي الدراري الهضره كولها اصاحبي حنا لاقيين عندك الدليل اصاحبي راه معاك بنادم هزو تولي في محامي تولي في هادي تولي في هادي اخويا انا كنت غادي على الرباط نقضي غراض ديالي غنولي في محامي غنولي خسر عاوتاني في الفلوس يقولوا لك انت عليها تدير تبييض الاموال زعما راه يوتيوب وكذا وهادي اجي يا وليد. تحياتي للناس ديال لابوليس المهم الله يبعد علينا ولاد الحرام وديروا اتونسيون ما تشيقوش بزاف شي انا شحال هادي يكون غادي تبان لي مرا نعاونها تبين هكا غادي في الطوموبيل تبان لي مرا زعما باغا تطلع شي بلاصه ولا نعاونها نزل لها الميكا دابا لا مابقاش نتيق اصلا والله ما بقيت كنتيق دابا مرا كبيره وتبقى فيك وتطلع حداك وتوصلها ولا ماتت لك في الطوموبيل يلاه ماتت شنو غدير اصاحبي قتلتيها انت اصاحبي دابا بنادم ساهل يدخل الحبس ساهل ايزي في نظركم هذوك اللي مشدودين دابا الله يطلق سراحهم والله يعفو الله يعفو على اي واحد دار شي جريمه ولا شي حاجه الله يهديه والله يرد به ولكن راه ماشي كاملين دايرين جرائم كاين اللي داخل الظلمه صح كاين اللي راه بحال كتقول بغى يدير الخير كدا قول بو كاين اللي بغى غيفك في مدابزه جات فيه ضربه مات كاين اللي بغى هو غيفك كدا دفع واحد مات بغى غيفك دفعو
خونا طاح على حجره كذا مات هو بغى يفهم تي راه كاين شي حوايج راه ايوا الله يبعد علينا هذا الشيء. ما كاينش بحال واحد القرار ولكن شوف الظروف ظروف صعاب انا فاهمك علاش تتقد تحصر الواقع كيألم وحق الله العظيم. دابا السيد كيهضر معايا وكيتحصر وهذا غا مثال واحد من بزاف ديال الامثله. شي دابا انا ما نكذبش عليك واخا تنشوف شي واحد زعما خلف واحد الحاله هستيريه وانه تبلاه وهذا كنعرف موراه شي اسطوار حيت حتى حد ما لقاه كيما بغاه ما باش شعر. دابا هاد السيد كيهضر معايا وكتحس به كيتحرق من الداخل وكشري من هضر معايا يعني انسان سبورتيف بحال رجعتيه لذاك الشيء اللي كان فيه ولقى راسو انه فريمون نادم وهذا ولكن ياي فهمتوا هذا الشيء راه كيألم وحق الله العظيم. علاش كنقول لكم الماني باور دابا كون كان عندك الفلوس ديال بصح كنت غاتعاون مع هذا السيد غاتعاون معاه بصح الله يصاوب الله يصاوب واش غنقول مالقاش ما نقول كلشي. ودابا كما تنقول لكم علاش نقول لكم ان هذا الزمان صعيب الرجال تيتحقروا فيه اصلا فلوس دابا ولات عاطيه غير الشمايت الفلوس ولات تجي بطريقه ايزي بالحرام ايزي بالحرام بنادم تيقمر تيطلع مليار في ليله كيخسر مليار في ليله الناس كيخسروا الملايين في الليله وحده اصلا كاين ناس ما لقاوش اصلا باغي واحد شويه باش يدعم راسو باش يوصل لواحد الحاجه مي كيلجأ للحلال كيلقى داكشي صعيب فلوس قليلة ما قادرش يجيري هادي مع هادي مع هادي كيلاشي كلشي كيرخي كتبقى تبلا صافي ماشي تبلا باش يفرح تبلا باش ينسى باش يطفي واحد العرق شي يدير تن 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 في راسو صافي بغا يتكالم ولكن هذا ما كيتسماش انه عذر حيت هذا ماشي عذر يمكن السيد هذا الاسطوار ديالو تاخذ منه واحد الايجابيه شنو هي هي انك هو دابا شنو بغى يوصل لك انا فهمت شنو بغى يوصل لي هو انك ما تحبش قال لي انا راه كنت كندير هذه وهذه وهذه ومشيت للبليه وندم قال لي دابا ملي شفتك انسان سبورتيف بقى فيا الحال فكرتيني في ايام يعني الميساج اللي بغى يوصلنا هذا السيد هو انك ما تابوندونيش فهمت راه كاينين رسائل كيدوزوا خصك تستافد منهم ماشي صافي ما عطاتكش انت غدير شي ترخي لا غير قلل حيت انا الا جيت ندير نفس الحاجه اسمع نقول لكم واحد القضيه شي دابا والله ربي شاهد عليا كاين شي واحد بلاصه والله شي ابوندون والله شي ابوندون والله العلي العظيم حيت كل واحد وربي عطاه واحد الطاقه انا بعض المرات كنتفكر هذا الشيء اللي داز عليا وكذا وهذه ما كنهضروش على داك الشيء اللي عاودت في الدوكيومونتير كنهضر على دابا شي حوايج عشو راه بنادم غير خي وغيمشي حتى هو يخرج ليها من الاخر ولكن كتقول نخرج ليها وغيجي واحد الوقت غنخدم مي سون سالير دي ما خاشي دير زاد لا طول النايت فاقي اللي يحليها شعب وسط الدماري باقي مخالشل باقي حاصل دمع عاصر قرن عصر لي صباحي خاسر الحلم ديالي كيبدا ملي نهاجر الحلم ديالي كيبدا ملي نهاجر اي كليام كندا 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 داري كتموت على البنكا بنكا بنكا شوف شكون تلاقيت جيت البارح الصباح نقول مع شي 6 الصباح وصلت محمد سبحان الله بالصدفه بالصدفه تلاقيت معاك يلا نتغدى يلا شهاده انا ما بغاش يتشهر قول لهم وقتاش بديتي شين في يوتيوب؟ صرا من 2009 2010 تخيل من 2009 لايح فيديو اصاحبي والله تلايح فيديو في 2009 لايحو صافي فين في التيران؟
لا شفتي راه ديك النهار دخلنا لاشين ديالو 12 عام باش لح فيديو قلت لكم كمل شي فيوتيوب في ديك الوقت اصلا بالرجوله رشيد ديال الشهره ضحوا كيف فهمتي دري في شكل الناس سبحان الله خرج لينا الله ميسره ميسره دعوت الوالدين ميسرين اخويا حسام كي داس اكادير مزيان مزيان جينا ماشي لوحده تقريبا واش ايوب تا هو لا لا مابقاش لنا ايوب المهم الخوت القصه وخليكم معنا حتى شوف شوف لي الدجاج مذهب تبارك الله تحياتي بخير مزيان تبارك الله شي سدير يكون ماصي السلام عليكم بخير تحياتي هانيا الله يرزقكم تحياتي السلام عليكم شوف احسن واحد محمدية اللي بغى ياكل دجاج سميتو بلاصه شوف هذه اجي وكلوني دابا جيت للدار عرفتي شنو عيان ارتاح واحد الساعه درت شويه لاسيست وديك الساعه باش نوض عندي شي خدمه خصني نخدمها الدراري ديال الكوتشينغ اللي متبعين معايا خصني نقدم لهم الامور باش عاوتاني خصني نمشي نتريني خصني نقعد الدار عندي مرونه ديال بصح من بعد ما ارتاحيت واحد الساعة والله الا حسيت براسي عاد رجعت للحياة كنت مسخسار المهم دابا غنخدم واحد شوية ديال الكوتشينغ المهم اي واحد انتريسي باغي يبدا معايا شي ترانسفورماسيون ولا شي حاجة مرحبا على الراس والعين دخلوا عندي الانستغرام بعدا اللي هو هذا تما غادي تعرفوا كيفاش يعني الا بغيتو تبعوا معايا الكوتشينغ شنو خصكم ديروا المهم الناس اللي عندي في انستغرام راه عارفين كلشي لافامي المهم انا كنوجد الوجبه ديالي باش غنمشي نتريني ديك الوجبه باش ناخذ قهوه ديالي ترى والله قلت لكم واحد البلان تي يهرب ليكم شحال هادي قبل ما نبدا يوتيوب تخرجت واحد الديس ترى الله خلاص لي بارول ديالو كنت كاتبهم في ورقه هي ديك الورقه نجبدها لكم راكم يحبس خاصني نمشي ناخذ من هذا الكوتش خصني نطيح على شي جزار مزيان عندك كفته مزيانة هنايا نصر فيه داك هاديك الماء المايس حيد منو داك الماء متعجبنيش شتي راك توجد الماكلة ديالك راسك حتى الأنتي كالعلام فهمتي فيها الوجبة ناضية هادشي خصو يتغسل تنساليه فهمتو نزرب عليه كدا باش نمشي ناخد قهوة ونمشي نتريني صافي هذا يرجع هنا صافي ناضي شو قصة مشيو للطوموبيل باش نمشيو نتريني وناخد قهوة بعدا عاد غادي نمشي نتريني تلقى بالدري عشيرة رايضة المهم نتوما غتشوفو معايا كلشي غتعيشو معايا تحياتي بس شي جوج نورمال نضربو شي حصة مزيانة في العصار تجرب كل يوم؟ لا غنبقي بصح ياس ضروري تفضل رجلين واقيلا عرفت مبارح معلم كاين انا ورا شي انا عيطو ليه خير ليا خصنا نجرو معنا رشيد يتريني تريني رشيد صلاة عظيمة والله هو هذا اش قال لي قلت له شي راه نجرك ماشي
لا جرني ما جرني ماشي راه كنت نقضي الاغراض بنادم راه عارف واش كندير جرني وانا نتسنى لابيل ديالي يجي يجرني لا والو والله تنجرك غنديرو شي حصه مجموعه غنترينيو مجموعه في البلاصه ديالي صافي صراحه لا لا والله تمشي معانا غنخلقو غنديرو فيديو كذا والناس غيتفرجوا فينا غيتفرجوا في كراشيد رشيد اول الاوائل في يوتيوب اول واحد لعب فيديو في يوتيوب لا حمام ولا يوتيوب صوت والله ما كتب وريهم وريهم جبد لهم الشين قلب عليه تخي ما يكون كمل ديك البيريود ديال الغفله والله والله تاع بزاف الكره دابا راه غادي عرفك الكره ومشى بعيد كرة مشى فيها كرة مشى يمشي فيها مشيت فيها مشيت ورجعت على رجلي انسان باقي الوقت قلت له راه باقي الوقت زعما فات يقدر يدير قال لي بغيت ندير شي كونسيبت ديال ستريم لا بغا يدير حتى هو داك الشيء ديال ليسكولاسيون بغا يبدا جديد فهمتي ازيرو بصح تنصح الناس في لونطرين هو عنده شويه في النوتريسيون عنده ما يقول عنده تياكل تبارك الله شوف كونتوني اللي يجي معاه هو قاعد هو تيخلق يدير ستريم يخلق انت ما تخسرش الهضره اخي راه شي ما عندك عائله عندك انا عندي عائله انا 2009 مليون سينما في اليوتيوب تخيل ما في 2009 مليون سينما ها هي ستوكا ستوكا انت والله بنادم قديم انا بقيت نشوف نيو راشيد تما كتب بنيو راشيد تخيل ما في 2009 كاتب نيو راشيد يا مات راشيد حضاره الاغريقيه غنشهروك دراري راشيد عنده انستغرام طالع شحال من السين طالع 30 كا دخلوا عنده راشيد تطلع فيديوهات زوينين ها هو اكشي في سناب بزاف باش في انستغرام كان شحال في انستغرام شي دور هذا كان نرجع لانستغرام مي غنرجع لونطري ما عرفت لا ابار لونطري الحلوه هذه باختيار ديال خويا رضا حيت دابا قالوا لي خصني نجلس معاهم واحد شويه خوتي وفهمتي ما قدرتش خلاص هذاك مع في الحب ديالي ليه ولكن شحال عندي بزاف صافي ما يمكنش كي تازين الله يحفظك مكره الله تشوف والله الا مرحبا ما بغيتو لا انا معاك الله يحفظك جميل شوف 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 رشيد ليش تهضر كاع معايا انا غدا رشيد يسد بلاد رشيد رشيد ناضي خرج لي شي كلشي هذا خوت الجلسه زوينه مع الدراري ولكن راكم عارفين الوقيته ديال لاصار خصني نمشي نترين خصني نمشي نتقاتل المهم خلي الدراري جالسين دابا انا غادي نمشي نتريني حاسه غدوز كل موتيفاسيون تبعو معايا دابا حنايا غادي لاصال مع هذا الجو زوين كلشي تيشوفك ولكن انت غادي غادي تريني اش واحد عنده شي مسابقه غادي الثقه في النفس لا فامي دابا وصلنا حنا لاصال ندوزو شي سيونس بلا ما نهضرو اللهم بارك لاصال زوين شي ناضي المهم تشوفو معايا بس الزلطه عامره ولكن ضروري نلقاو بلاصه هادشي ملي كتكون بادي في شي صال ديال 50 درهم هادشي فهمتي شي قعاد المهم لاصال عامره ولكن غادي ترينيو مزيان Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. Pop up on my timeline, change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you while you took a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my nights where I'm
المهم الخوت حنا دابا غادي نمشيو ناكلو باش نكمل لكم هذا الفيديو. بيس. تحياتي الناس ديال المحمديه. فين جات البلاصه؟ حي المسيره. حي المسيره. جيو عندو ان شاء الله فيكم. ها نتوما داكشي ناضي تبارك الله. كاينين الدراري. ها نتوما الدراري بشكال. الرجوله داك الدري عشيه ان شاء الله فيه. لازم. يا سلام اخويا اسامه. بلاصه دير لي نص كيلو. انت شوف نص كيلو قسمها لي على جوج، وحده نطيبها انا وحده نديها معايا. ندير رابعة. الله. هانتوما الشرا ناضي. تصور في زمان ذو الحمواس. لا لا عنده داك الشيء زوين. انا واعر عليه. ويلي. والله عندك محل؟ عندي محل. تبارك الله. صافي فين جا؟ بني ملال. بني ملال. وصاحب محمدي. بني ملال. صافي الناس ديال بني ملال. جيو عنده فينا بلاصة؟ بفتو. الناس ديال بني ملال سيروا عنده. الدراري دراو واش كبروا بين. صافي فين ما مشيتي في المغرب الناس كيكبروا بك. كنلاحظها فين ما مشيت. كازا، مراكش، اكادير. جميع المدن صراحة. الناس كيكبروا بك علاش؟ حيت انت معروف بحاجة زوينة. يعني ما كديرش أي حاجة. المهم دابا راه كنتسنى الماكلة، قلنا تشوات لي الكفتة باش نمشي ناكلها ديريكت بلا ما نطيبها ولا صافي توجد باش نمشي. خوت ديرو الكفتة ديالنا في الثلاجة، هادي طايبة. المهم دابا تنوجد الروز حيت خصو يطيب. كنوجد الركبه ديالي باش نريح المونطي واحد شويه، نخدم كوتشين نكمل مع الناس. المهم تبعوا معايا فيديو راه دايز فيه الحياه ديال بصح. هاي الوجبه ديالي، ما كيعجبنيش الحال كنعطل الوجبه. المهم ناكلو ونهضروا ان شاء الله. تحياتي لكم. المهم الخوت دابا جينا نقصروا شويه ديال البلاي مع الدراري العشرين. رضا راه هو حاضر لاكوست ولاري. صباح كي داير؟ تحياتي. الله يحفظكم. السلام. وريهم رشيد. هو رشيد. رشيد رشيد في الهاتف المحمول. تفضل اسيدي. تفضل. تفضل اسيدي. تستاهل. السلام عليكم. تبارك الله الشخصيات. اسمح لي عندي واحد لابيل. قطع عليك اخويا. عنده لابيل. عنده فلوق. هو عنده لابيل قال لي اسمح لي. هرب. اسمح لي. هو يقطع عليك. مع الفلوق والله يشاء. الخير الخير. اسمح لي راه عندي واحد. لا راه عنده. عنده فلوق. عنده فلوق. معروض هنايا اسامه اسمع. راه سيدي جيت دابا باش. رشيد واحد السؤال الله يسهلك جاوبنا عليه. شاش غتزوج؟ ان شاء الله دابا راه فين كتسمع الفال دابا. لا 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 فري فري فري. كتفكر تزوج ولا باقي؟ ولا خصك الفتاه المناسبه ان شاء الله؟ الصراحه كنقلبوا على شي فتاه مناسبه. كاين كتقلب دابا؟ كنقلبوا دابا. كيسيب دابا. شنو المواصفات ديالها؟ مواصفات كاع. لا ماشي الجمال، حنا نهضروا على المعقول العقل. صراحه ضروري شويه الجمال. لا الجمال ضروري شويه وصافي. شويه. المهم تعجبك. المهم تعجبك. مقبوله وصافي. ضروري تكون شويه. ما كرهناش تكون زوينه. مقبوله. ولكن المهم مثلا بحال اش؟ اخلاق. اخلاق ضروري. كيف بغيتي تقول اخويا؟ كيقول لك الاخلاق. انا عارفه ما تيتصورش الاخلاق. شنو بغيتي الاخلاق؟ الدين تكون زعما تخير. شنو غتصلي بجر؟ غتفيقك؟ تصلي هو وياه. مزيانه. ويديرها هو. مخيره مخيره. قلت لي مثلا رشيد شنو بقيتش كتصلي؟ لا لا تيصلي تيصلي. كيصلي. صور الجامع البارح. راه اليوم صور. صورتي البارح. صورتي الجامع. امشي جي على الجامع كان دايز هو يصور الجامع. قول عيط له واحد غونه. قال له فين رشيد؟ فين كتجي؟ حنا يلاه خرجنا من اوليفري ضربنا. قال لي كنت غنصلي عشاء في الجامع. قال له يلاه خرجت من الجامع. قال لي صلي التراويح. لا 11. دابا رشيد المواصفات ديال الفتاة الأحلام. مواصفات باش باش لا كانت هنا راه سبحان الله الدنيا هذه. ما عرفتش اش كاين. ما كرهناش. ما عرفتش اش كاين. ما كرهناش شي واحد. شكون الأصول ديالها منين؟ هذيك تشوف دابا ما تعرفش. أسامة أسامة هي خصها والله هو باغي يمشي للغربة. تكون في الهيئة اصلا راشي خصو يمشي للهيئة. لا لا هو اصلا عايش الغربة في المغرب. لا هو عايش الغربة في المغرب. مغرب. اسمعني اسمعني. انا ذكري عايش الغربة. هو عايش الغربة. اسمعني والله ما كاين ما احسن بلادنا قسما بالله. كاين. قسما بالله. دابا واحد الدري هضرت معايا الصباح قلت لي ترى الشتاء. وتبقى في الشتاء رانا الفلوس وعطينا البرق اصاحبي والرعد.
المهم امين جا دابا الصراحه ما كاين احسن بلاد. المهم المواصفات ديال فتاة الاحلام تكون بنت الناس معقوله اخلاق الاخلاق تبغيه الاخلاق ياك وتخاف عليه صافي شريك وانت اخي باقي شويه لا باقي هذا باقي ريض ريح اخي ايت تايم اخي تتزوج انت نسولك حتى نسولك حتى انت الله يرضيك انا قريب 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 شحال هاد قريب هاد الايام هاد الايام لا يبغى شي ايفون بغى شي بي سي بغى اي حاجه الناس ديال المحمديه بلاي ستيشن فين كاين في البارك في البارك المهم البلاصه اللي فيها انت غالي جويدي اسمعوا لي مزيان اي حاجه راه يدير معكم ثمن زوين مرحبا معنا اسامه هنايا تحياتي رجوله اسامه السيرف المهم كاين اللي باغي يتعلم السيرف اللي باغي كاين الامواج بطل المغرب في السيرف بطل صحاب فري ولا بصح بصح والله تي السيرف بالله كي يدير السيرف ليتس جو ليتس جو تفرجوا تفرجوا اخوت فتشرط عن هذه بلا واحد الله سمعت خير واحد الله شاف والله تتسمع واخا واخا بغيت نبين زعما ما باش ماركاش البيت الله يحفظك دابا ولكن راه الماتش باقي لا باقي والله تبارك سمعتوا سمعتوا هذيك خصها تقطع دبر وين قال لي ماشي دبر وين دبر وين شكون هذا داك داك زريده قال لي شكون اللاعب اللي كتعجبك ديال سمعت